Hello, everyone. Happy Monday to you all. And of course, happy Mother's Day to all the mothers out there. Yesterday was Mother's Day, so I just want to take a moment to wish everyone a happy Mother's Day. And I am going to do a quick update in Arabic about what the governor discussed earlier today, some Lucas County updates, the numbers, what's going on in the county. If you're looking for English version, our Faith Adkins does a phenomenal job with the update in English. You can head over to our Facebook page. It's posted right there for you to view. And of course, if you or anyone you know needs a Spanish update, our Roxana Elias just provided that a couple minutes ago. So I'm just going to give a quick update in Arabic on what the governor discussed today and some Lucas County updates. So let me start off with Arabic. Okay, so بتقول مرحبا للكل وكمان ل بدي أعيد كل الأمهات لنبارح كان عيد الأم سو تنعد عليكم وبدي أقول إنه شو بيصير بأوهايو شو قال حاكم مايك ديواين وشو بيصير بلوكس كاوني كمان عم بيقولوا إنه في بأوهايو الولاية كلها أوهايو في 20 فوق 20,000 سو 24,777 أشخاص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو وهلا بيقولوا إنه في 1357 أشخاص ماتوا بأوهايو من وراء الكورونا فيروس من سبب الكورونا فيروس وفي 4413 أشخاص بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس وفي 1151 أشخاص بالآي سي يو من وراء الكورونا فيروس من سبب الكورونا فيروس أبي يقولوا إنه بيشوفوا إنه بأوهايو أصغر شخص عندهم الكورونا فيروس طفل صار أصغر من واحد سنة طفل عنده الكورونا فيروس وأكبر شخص عنده الكورونا فيروس كان عمره 108 سو بتشوفوا إنه ما في عمر ما في جنسية هالمرض بيروح للكل فديروا بالكم على حالكم أصغر شخص عنده الكورونا فيروس كان طفل سو ديروا بالكم على حالكم وهلا بلوكس كاوني شو بيصير بلوكس كاوني بيقولوا إنه في 1637 أشخاص بلوكس كاوني عندهم الكورونا فيروس بيقولوا إنه في 144 أشخاص يمكن عندهم الفيروس بس بدهم يفحصون يتأكدوا إذا عندهم الكورونا فيروس أو لا إذا طلع النتيجة صح راح يصير 1781 أشخاص بلوكس كاوني عندهم الكورونا فيروس وهلا بيقولوا إنه لوكس كاوني بالولاية كلها أوهايو طلع لوكس كاوني أكتر شيء العالم عم بيموتوا من وراء الكورونا فيروس هلا بيقولوا انه كم شخص ماتوا من وراء الكورونا فيروس في 140 اشخاص على الاكيد ماتوا من وراء الكورونا فيروس و18 اشخاص يمكن ماتوا من وراء الكورونا فيروس بس بدهم ياكدوا ويشوفوا النتيجه اذا طلع النتيجه صح ماتوا من وراء الكورونا فيروس رح يصير 158 اشخاص بلوكس كاوني ماتوا من وراء الكورونا فيروس وكمان هلا شوي شوي عم يفتح الولاية أوهايو فبس لوكس كاوني هيلث ديبارتمنت بدهم يقولوا لكم إذا شفتوا بزنس أو في حفلة أكتر من 10 أشخاص أو بزنس ما بيسمعوا من القانون وما بيعملوا شو لازم يعملوا من ليوقفوا الانتشار للكورونا فيروس فيكم تتصلوا باللوكس كاوني هيلث ديبارتمنت النمرة رح أعطيكم إياها هلا 419-213-4161 اوكي سو اذا شفتوا شيء غلط ما بيسمعوا القانون البزنس وانتم وين عم تشتغلوا وحاسين حالكم انه ما بيعملوا شو لازم يعملوا لحمايه لكم الشغيله فيكم تتصلوا باللوكس كاوني هيلث ديبارتمنت وفي اكيد حدا يترجمكم عربي كمان رح اعطيكم النمره بعد مره هي 419-213-4161 اوكي هيدي لوكس كاوني هيلث ديبارتمنت واكيد في حدا يترجم لكم عربي هلا الحاكم مايك ديواين قال جمعة الماضي قال انه بده يحكي عن نسبة الداي كير وايتم رح يفتح الداي كير قال انه بده يحكي بالموضوع الداي كير اليوم قال ماندي بس قال انه هو بيعتذر ما حكي كتير عن داي كير وأصلاً قال بيعتذر لأن بده يؤكد شو بده يعمل شو بده يسوي بده يشوف شو أحسن شيء للأولاد إذا
منيح ليفتح هلأ أو بده يوقف، لأن هو بيعرف إنه الأولاد كتير صعب لخليهم بعاد عن بعض، لأن الأولاد بدهم يلعبوا. فعشان هيك بعد ما قرر بالضبط شو بده يعمل بالنسبة للدي كير، so بالنسبة هلأ دي كير لحتيت هلأ بعدهم مسكرين. اوكي سو ان شاء الله هالجمعة رح يقول انه شو رح يعمل بالنسبة للدي كير او لا، لان في كتير كتير ناس انه بدهم يروحوا على الشغل، وهن بدهم يروحوا على الشغل بدهم يشتغلوا قادرين يشتغلوا، بس ما فين يروح على الشغل لان عندهم اولاد بالبيت، ما بيعرفوا وين بدهم يحطون، اكيد ما فين يحطون بالديكر لان الديكر مسكرين. فقال تحت ايد الحاكم مايك دوين اللوتنت، قال انه اذا ما في مش قادرين تروح على الشغل مشان عندكم اولاد فيكم تتعبوا unemployment. اوكي والunemployment رح يستقبلوكم، رح يخليكم بالبيت، خليكم قاعدين مع اولادكم ويعبوا unemployment، ورح يعطوكم unemployment، رح يقبلوا فيكم الunemployment. فإذا انتو بدكم تروحوا شغل قادرين تروحوا الشغل بس ما فيكم مشان عندكم اولاد، ما بتعرفوا وين بدك تحطوهم ولازم مفروض تشتغلوا بدكم مصاري، فيكم تعبوا unemployment وبيستقبلوكم ان شاء الله. وكمان بدي اقول انه اذا حدا عنده سؤال او بدهم يقولوا لي شيء فيكم تكتبوا لي هون على الفيسبوك لايف واني رح جاوبكم وحاول رد عليكم قد ما فيي. واذا بدكم تبعتوا لي رساله اسمي زينب شعب فيكم تبعتوا لي رساله على ماي بيرسونال فيسبوك بيج واني رح اشوفهم ورد عليكم اكثر فيه. بس بدي اشوف اذا حدا عنده سؤال لحتيت هلا. Miss Carter, hello. Thank you so much for watching. Dana, hello. Thank you so much for watching. لحتيت هلا ما في سؤال so رح كفي. Okay, بالنسبة للفتح. Okay, يو بكرة عفوا بكرة كتير كتير ناس ناطرين مناطرة لبكرة لأن المحلات رح يفتحوا. أكتر شيء بيقولونا رح يفتح الما. المول فرانكلين بارك مول رح يفتح الساعة 11 بكرة الصبح. اوكي سو الكل عم بيسألونا ايتم رح يفتح المحلات بكره، رح يفتح بيفتحوا المحلات، واصلا المول فرانكلين بارك مول رح يفتح 11 الصبح. بس اكيد هلا رح تشوفوا الناس شغيله لابسين كميمات على وجههم اللي يغطوا تمهم ومناخيرهم. هلا العالم الزبون ما ضروري يلبس الكمام، بس الحاكم مايك دوين بينصح الكل اللي بدهم يروحوا يشتروا غراض او بشوفوا بالمولات بده ابي ينصحهم ليلبسوا كمام. هلا كل محل عندهم غير روز، كل المحل عندهم القانون هن عندهم اياها، فاذا المحل قال انه مفروض تلبسوا الكمام مفروض تلبسوا كمام او يمكن ما بيستقبلوكم. سو عشان هيك بدي اقولكم انه كل محل عندهم السات رولز وشو بدهم يعملوا. اوكي سو بكره رح يفتحوا المحلات، واكيد هالجمعه فرايدي جمعه رح يفتحوا الجوفيرات والصالونز والضفير. هلا مثل ما بقولكم اذا بدكم تروحوا المحلات بدكم عزوكم اذا بدكم تلبسوا الكمام او لا. بالنسبة للشعر وإذا بدكم تروحوا على الكوافير تظبطوا حالكم مفروض تلبسوا الكمام. أوكي هلا أكيد الكوافير أو الكوافيرة رح يلبسوا الكمام، بس إذا بدكم تروحوا على الصالون مفروض تلبسوا الكمام لأن رح تكونوا حدن، فحماية لإلكم وحماية للي بيعملوا شعراتكم أو ضفيركم أو شيء. هلا في كتير ناس الصالونات عم بيقولوا انه بس تروحوا بدكم تنطروا بقلب السيارة بس كون وقت الموعد الكوافير او الكوافيرة بيروحوا بيعيطوا لكم لتستقبلوكم تفضلوا لجوا ليعملوا لكم الشعر او بيدقوا لكم على التليفون انه فيكم تفوتوا لجوا، بس ممنوع تفوتوا لجوا وتنطروا، ما في نطر بقلب الصالونات. هاي رح يفتحوا الجمعة. بس كمان رح يفتحوا 21 هالشهر indoor dining بالمطاعم، رح يفتحوا المطاعم 21 هالشهر كمان، بس أكيد بيكون groups إذا بدكم تتجمعوا ما لازم تجوا
10 أشخاص أو أقل بالمطعم وتعدوا، وأكيد بس تروحوا المطاعم بدكم تعدوا بعض من بعض من غير الزبون جايين ياكلوا كمان. وإذا شفتوا الشغيل مش لابسين الكفوف بإيديهم ما تستغربوا، لأن بيشوفوا أكتر شيء اللي ناس بيشتغلوا أكتر شيء حماية لانتشار الكورونا فيروس، يوقف الانتشار للكورونا فيروس، تغسلوا إيديكم. فإذا شفتوا الشغيل ما بنيش لابسين كفوف بإيديهم ما تستغربوا. وأصلا في كتير، الحكي مايك دوين قال إنه في كتير شغيلة ما فيهم يلبسوا الكمام بوجهن من حسب الشغل عندهم إياها، يمكن بالفابريكا ولازم يحكوا وتسمعوا منيح، سو عشان هيك مسموح ليشلحوا الكمام بس يروحوا على الشغل. بس غير هيك الحكي حكيمة إيمي أتكن بتقول إنه رح تبعت رسالة للكل بأوهايو. هالرسالة هي سؤال إذا بدكم تساعدوهم للإنتبايوتكس مشان حماية وتوقف الكورونا فيروس هي الفاكسين. فرح تبعت الرسالة للكل بأوهايو ويشوفوا مين بده يساعدها للحكيمة إيمي أتكن، ويشوفوا إذا في دواء أو فاكسين للكورونا فيروس. هلا إذا كمان ما عندكم الكورونا فيروس فيكم تساعدوها، لأن يمكن بيكون في عنا الكورونا فيروس بجسمنا ومش عارفينين وبدون يسحبوا الانتبايريز وشوفوا ليش وكيف، وشوفوا ليش بالسبب جسمكم كان ضد الكورونا فيروس. سو إذا أنتوا حابين تساعدوها فيكم تعبوا الورقة بس تجيبوها بالبريد، ساعتها فيكن تساعدوها. وإذا أنتوا بدكن مساعدة تقروها وبتعبوها فيكن تبعتوا لي رسالة، وإنه فيني ساعدكن كمان. اسمي زينب شعيب لي ما بيعرفوني، فيكن تبعتوا لي رسالة على الفيسبوك بيج، my professional Facebook page، فإنه بساعدكن إذا أنتوا حابين كمان تساعدوها لدكتور إيمي أتكن. بس غير هيك بدي أشوف إذا في حدا عنده سؤال. ما بيشوف ما في سؤال لحتيت هلا. بس غير هيك هيك قال الحاكم مايك دوين، كان حابب يقول بالنسبة للدي كيرز وشو بيصير بالدي كيرز، بس بعده بيفكر بالموضوع وشو بده يعمل بالضبط للحماية للأولاد. بس غير هيك لأن ما في سؤال هلا بدي أعيد بعد الأرقام كم شخص عنده الكورونا فيروس بأوهايو وبلوكس كاوني. ومثل ما بقلكن إذا عندكن سؤال فيكن تسألوني هلا، أو إذا بتحبين تسألوني بالرسالة البرايفت مسجز فيكن تبعتوا لي رسالة. اسمي زينب شايب. For those who are just tuning in, I am reporter Zainab Shaib for WTOL, and I'm just giving a quick update in Arabic on what is going on in Ohio and in Lucas County as well. The governor spoke earlier today at 2 o'clock. What's going on with Ohio numbers and updates, and Lucas County gave an update as well, numbers on the coronavirus. So I'm just giving a quick update. If you guys are looking for the English version, our Faith Atkins did a phenomenal job doing that. It's over on our Facebook page, so you can head over there and take a look at that. And our Roxanne Elias as well did a Facebook post in Spanish for our non-English speakers. But for the Arabic speakers in our community, I'm just giving a quick update in Arabic on what's going on in Ohio. So thank you all for tuning in. I'm just gonna wrap up in Arabic. So بدي لكم النمرة كم شخص عندهم الكورونافيروس بأوهايو. في 24,000 أشخاص، فوق 24,000 أشخاص بأوهايو عندهم الكورونافيروس. وفي بيقولوا إنه في 4,413 أشخاص بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس، وفي 1,151 أشخاص بالICU من سبب الكورونا فيروس. واللي ماتوا من وراء الكورونا فيروس بأوهايو في 1,357 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس. بيشوفوا إنه أصغر شخص عنده الكورونا فيروس كان طفل. Okay, so أكبر شخص شافه بأوهايو عند الكورونا فيروس 108 سنة عند الكورونا فيروس. So الكبار وصغار بيجي عند الكورونا فيروس، ما في عمر. So انتبهوا على حالكم. وبالنسبة للوكس كاوني في 1,637 أشخاص
الأكيد عندهم الكورونا فيروس و144 أشخاص يمكن عندهم الكورونا فيروس بس بدهم يشوفوا النتيجة يؤكدوا عنهم الكورونا فيروس فإذا طلع نتيجة صح رح يصيروا 1781 أشخاص عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني وهلأ رح نثبت لهلأ في 140 أشخاص بلوكس كاوني ماتوا من وراء الكورونا فيروس في 18 أشخاص كمان يمكن ماتوا من وراء الكورونا فيروس بدهم يفحصوهم وشوفوا النتيجة إذا طلع النتيجة صح رح يصير 158 أشخاص ماتوا من لوكس كاوني من وراء الكورونا فيروس قالوا إنه لوكس كاوني بالولاية كلها لوكس كاوني طلع أكتر شيء أقوى شيء اللي ماتوا ناس من وراء الكورونا فيروس هون بلوكس كاوني وكمان بدي أقول لكم إنه لوكس كاوني هيلث ديبارتمنت بدون يكون إذا شفتوا شيء غلط إذا البزنس ما بيسمعوا القانون وفي كتير ناس جمعوا على بعض فيكن تقولوا للوكس كاوني هيلث ديبارتمنت أو إذا أنتوا رحتوا على الشغل وحسيتوا حالكم إنه مضايقين ومش مرتاحين من سبب الكورونا فيروس فيكن تقولوا للوكس كاوني هيلث ديبارتمنت وأكيد في حدا يترجمكم نحطيكم النمرة النمرة 419-213-4161 وهاي للوكس كاوني هيلث ديبارتمنت وبدي شوف بعد مرة إذا في حدا عنده سؤال إذا ما في سؤال رح سكر الفيسبوك لايف لحديت هلأ ما في شيء so, شكرا كتير وأكيد إن شاء الله بكرة بشوفكم الساعة 8 كل يوم فشكرا كتير لأبي يحضروني وكل يوم أبي يحضروا فشكرا كتير لكم وللكل أمهات Happy Mother's Day وتنعد عليكم يلا نشوفكم باي باي